نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العربي والأجنبي المعتمدين بالقاهرة إلى محافظة شمال سيناء للوقوف على حجم الجهود المصرية لتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون وحشد جهود الدول الشقيقة والصديقة لمجابهة الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة. في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون وحشد جهود الدول الشقيقة والصديقة لمجابهة الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة، نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العربي والأجنبي المعتمدين بالقاهرة إلى محافظة شمال سيناء للوقوف على حجم الجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين. وكان في استقبال الوفد لدى وصوله لمطار العريش اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبدأت الجولة من داخل قطاع تأمين شمال سيناء حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني عن جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. كما استعرض ممثل وزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر المصري الجهود المبذولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. كما تضمنت الزيارة تفقد معبر رفح البري ومتابعة حركة المساعدات عبر المعبر، وكذا الجهود المصرية لإجلاء الجرحى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية داخل الأراضي المصرية. أعقب ذلك تفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري ومتابعة كافة الإجراءات المتبعة منذ وصول المساعدات من الجهات والهيئات المانحة وحتى تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة. واختتمت الزيارة بتفقد مستشفى العريش العام للاطمئنان على الحالة الصحية والرعاية الطبية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والهدايا العينية للجرحى والمصابين الفلسطينيين. يعني استقبلونا وحضنونا وعالجونا ويعني وأكلوا الأطفال 4 شهور، انت عارف الحرب ما فيش إشي يعني في غزة صار، والحمد لله يا رب لهذه اللحظة هم بعالجوا فينا وقايمين بكل واجباتهم الإنسانية والمعنوية، والحمد لله يا رب ما قصروا الشعب المصري وبأشكرهم لأنه قاموا بكل واجباتهم معانا الإنسانية بصراحة. والله أحلى استقبال، استقبلونا وناس طيبين زي الفلسطينية بالضبط، وإيش بدي أقول لك يعني شالونا من الأرض شيء، والحمد لله رب العالمين قدموا لنا كل اللي بدنا إياه. والأمانة الاستقبال فوق الوصف، فوق يعني كتير أخوة، بس يعرفوا إن إحنا فلسطينية بدهم يشيلونا شيء. الأمانة ما فيش يعني أخوة بيشيلوا هيك الفلسطيني غير المصريين. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل استدامة تدفق المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. Egyptian is doing extraordinary job since the war started, not only on the political in the summit that organized in the international arena in Cairo, but also in the helping suffering people, also to expatriate people for different country. I heard that more than 30,000 people cross the border to go to their homelands, and also a lot of injuries in your hospitals and effort. It's very big one and it's much appreciated.